الديمقراطية ما هيش يعني لعبة بتيجي تتركب، لازم بتنشأ في البيئة اللي موجودة فيها، وبتتم على مدى زمني معين. يعني أوروبا في مراحل تاريخية معينة ما كانتش دول ديمقراطية، الولايات المتحدة الأمريكية في مراحل تاريخية معينة ما كانتش دولة ديمقراطية، وكان ممنوع السود مش متمتعين بحقوقهم، والمرأة مش متمتعة بحق التصويت مش الترشيح. فعايز أقول إن بمرور وقت بنظام بيطور نفسه وبياخد مكونات اللي بتوصله لأنه يبقى نظام ديمقراطي. الديمقراطية هي قيمة إنسانية، يعني الديمقراطية تطورت في ثقافات وحضارات شعوب كتير جدا. كل دورة تاريخية بتتولى فيها حضارة معينة تكون إن هي الحضارة الغالبة بتضيف. في لحظة كانت الحضارة الرومانية، بعدها كانت الحضارة اليونانية، بعدها الحضارة العربية، بعدها حضارات تانية، وصولا للحضارة الأوروبية الحالية اللي بتمثل يعني الطبعة الأخيرة في التطور. والديمقراطية ما جاتش يعني شيء مركب من فوق، هو بيلبي حاجات. عايز يعني زمان في الديمقراطية اليونانية في دولة المدينة كانت الناس كلها تجتمع ويتناقش ويوصلوا للي عايزينه بآراء كل الناس. بما ان العدد زاد فلازم يبقى في ممثلين، الناس دي تختار مجموعة تمثل الشعب وتنيب عنهم في تمثيل مصالحهم، وقايمة برضو على مسألة الفصل بين السلطات، انه هما هيبقوا مجلس تشريعي قدام سلطة تنفيذية، وقدام ايضا في وجود سلطة قضائية. النظام الديمقراطي في الدول الغربية تطور وكان انعكاس للمجتمع. يعني نقدر نقولها بالتعبيرات البسيطة ان النظام بيبقى مرآة للمجتمع، يعني حسب طبيعة المجتمع بيبقى عندي النظام، النظام بيعكس طبيعة المجتمع. ف ما كانش يبقى في حديث عن نظام ديمقراطي إلا إذا المجتمعات دي مؤمنة بقيم أخرى جنب الديمقراطية، قيم إنسانية زي المساواة، زي التنوع، زي التعدد. دي قيم زي الحرية. وفي مكونات تانية، يعني ما ينفعش أتكلم على ديمقراطية أو على قيم إنسانية من غير ما في مبدأ المساواة. ممكن تسميها أي اسم تاني، أنا مش ضد، بس ما تسميهاش ديمقراطية، تبقى ليها اسم تاني. كل ما له علاقة بحقوق الإنسان، يعني الديمقراطية تقوم على تعدد أحزاب، لازم في أحزاب متعددة، بس تعدد أحزاب بدون لجنة شؤون أحزاب. يعني تعدد أحزاب حاجة اسمها دورية الانتخابات، إن كل 3 سنين كل 4 سنين في انتخابات، بعد كده في حاجة اسمها صوت واحد لكل مواطن، بعد كده في تداول سلطة، الحزب اللي يخسر ينزل. يعني دي لازم تبقى متوفرة عشان يبقى عندي نظام ديمقراطي. طيب في مجتمعات لن تتطور إنسانيا لمرحلة الوصول للديمقراطية. الديمقراطية برضو ملهاش، هي ليها قيم عامة، مبادئ أساسية. يعني ما ينفعش ديمقراطية من غير مساواة، ما ينفعش ديمقراطية من غير تعدد، ما ينفعش ديمقراطية من غير حرية. لكن ينفع ديمقراطية بأن يبقى عندي نسبة الحسم، النسبة اللي بجيبها عشان أدخل البرلمان تبقى 0.5% أو تبقى 10%. إسرائيل بدأت بنص في المية، تركيا النسبة اللي الحزب ياخدها عشان يدخل البرلمان 10%، أو تبقى دولة تانية تيجي تقول لا والله 2%. جت دولة زي جنوب أفريقيا متعددة قبليا، فلما تيجي تقول للقبيلة الأساسية اللي كانت منافسة لمانديلا كان اسمها قبائل الزولو، والراجل كان زعيم القبيلة ده اسمه بوتوليزي، الراجل ده عشان تقول له انت زعيم المعارضة كأنك بتشتمه. يعني ايه يعني زعيم معارضة؟ هو عايز يبقى وزير، عايز يبقى مسؤول في الدولة. فمانديلا عمل حاجة في منتهى الذكاء، قال اللي هيجيب 5% يدخل الحكومة مش البرلمان. يعني الحزب اللي هيجيب 5% او اكتر هناخده في الحكومة. تعرفين ان النسب ديت بتدخل داخل البرلمان وبعدين تعمل حكومة ائتلافية او حكومة حزب واحد فايز بالاغلبية في شكل. هو قال لك لا، اللي هيجيب 5% ندخله البرلمان الحكومة نفسها.
فكانت النتيجه ان هو مش عارف جاب 7 و8% فبقى وزير داخليه، وزير داخليه ده بالنسبه له زي الفل، لكن مش زعيم معارضه. زعيم معارضه ايه؟ واحد زعيم قبيله تقول له زعيم معارضه؟ فهمش المعارضه، لكن يفهم وزير داخليه انه هتضرب له تعظيم سلام ويبقى عنده ناس تمشي حواليه بالعربيات وكذا وكذا وكذا. كانت الاختراع اللي عمله مانديلا دوت جنب جنوب افريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، جنبه حرب اهليه، لان ده ممكن بالرمح والبتاع ويطلع يعمل تحدي للنظام. فعايز اقول ان في الهوامش دي تقدر تلعب فيها، تقدر تغير زي ما انت عايز. ما حدش يقول لك انت مش ديمقراطي، يعني ما حدش راح لمانديلا وقال له انت مش ديمقراطي. انك انت تعمل نظام تقول انه دوره الرئيس دوره واحده، ان الرئيس ياخد 5 سنين او 6 سنين، ده في المكسيك دوره واحده، في تشيلي دوره واحده، يعني الرئيس ياخد في الارجنتين. عشان كده الارجنتين رئيس الارجنتين لما خلصت الدوره بتاعته بس حابينه فراح انتخبوا مراته عشان هو يكمل السياسات. يعني عايز اقول ان دي مساحه ممكن اللعب فيها، لكن مش ممكن اللعب في القيم الاساسيه الخاصه بالديمقراطيه.